حبايبي جريد 1، تعالوا كده نكمل دروسنا في الستير، والنهارده عايزين نتعلم كذا كلمه. بصوا معايا يا حبايبي، عايزين نتعلم اد. عايزين نتعلم ايه؟ اد. لما حد يقول لي اد، لما حد يقول لي اد الكلمه دي اعمل ايه؟ تقول له هعمل بلس. لما حد يقول لي كلمه صم، اس يو ام، اقول له اعمل ايه؟ برضه بلس. نقول تاني؟ ها يلا امشي مع ايدي. ايه الكلمه دي؟ يعني هنعمل ايه؟ شكرا. ايه الكلمه الجميله دي؟ صم. صم يعني هنعمل ايه؟ ايوه كده، برضه يا مستر هنعمل بلس. يبقى ادي كمان صم، هنعمل بلس. بصوا بقى، هو هنا جايب لي دوت، جايب لي دوت. يلا هنا عايز اعرف النمبر اوف دوتس. يلا نمشي واحده واحده. اهي فريده اكسلنت، اروح كاتب 6. نيكست. ها ها، لا لا، برافو. ازاي بقى اعمل 6 بلس 3؟ ها اقول له 6 في المايند واطلع عن هاند 3 واقول افتر 6. اكسلنت. بصوا بقى، وبعد ما احل اتعلم اقرا. بصوا ازاي نقرا 6 بلس 3 ايكوال ايكوال. لازم نعرف اهي ايكوال. يلا نلعب اللي بعديها. نيكست. يلا ها مكه، هاو ميني دوتس؟ 5. فريده، هاو ميني دوتس هنا؟ 0. الله، يلا بقى نقرا. ها 5 0 5 بلس 0 ايكوال. ايوه كده، عايزين اسرع بقى شويه. يلا بسرعه ناخد واحده كمان وبسرعه نخلص. بص معايا، ها يلا، ايه الكلمه الجميله دي؟ اد. يعني هنعمل ايه؟ بلس. شطوره. يلا كل واحد فيكم يحل لي مساله بس يسمع الكلام. يلا هناخد من اول فريده. ها 5 بلس 0 ايكوال. الله، انا عايز اسمع الكلام كده. يلا نيكست ايس، نمشي معايا هنا. ها 4 بلس 2 ايكوال. لازم اقول ايكوال حبيبي. ها ايوه كده، 4 في المايند واعمل كاونت افتر. يلا مكه، ها 7 بلس 5. اكسلنت. طب يلا هنعمل لعبه تانية وبسرعه. حاجه حبايبي، تعالوا نتعلم برضو نقرا. ها صم، وصم يعني هنعمل ايه؟ يلا كل واحد فيكم هختار له واحدة. يلا مكة، 4 بلس 5 ايكوال 9. اكسلنت. يلا ايسل، علي صوتك حبيبتي 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 حبيبتي. بص انا مشاور فين حبيبتي، اقري بالراحة. اكسلنت، ايوه كده. ها يلا يا قمر، خدي لي انت بقى نمبر. ها 1 بلس 5 ايكوال 10. اكسلنت. تعالوا نعمل ستوب ونشوف حاجه حبايبي. تعالوا نلعب كذا لعبه مع بعض. ازاي يعني يا مستر؟ الراجل الجميل ده بيقول لي كلمه اد. استنى يا مستر، يبقى انا هقول 5 بلس 4. 5 في المايند 4 على الهاند افتر 5 واعمل كاونت واكتب النمبر. اروح الناحيه الثانيه 6 بلس 4، 6 في المايند 4 على الهاند افتر 6. انا عارف يا مستر 10. ابتدي بعد كده بقى اعمل كومبير. يعني ايه يا مستر كومبير؟
يعني اشوف مين البيجر، which is bigger 9 or 10. ولما اجي اختار اخد دي ولا دي ولا دي، ها فكروا ليه؟ عشان الاوبن تروح للبيجر، البق الكبير يروح للبيجر. هو ده اللي انا عايزك تعمله. نقول تاني؟ طب يلا بسرعة، ها عايز ايسل، يلا اعملي لي بلس. يبقى لك تحتها واكتب 7. يلا يا مكة، ها نيكست يا مكة. اكتب رايت داون 6، اكتب تحتيها 6. يلا بقى فريدة يا عمر، عايزين نشوف which is bigger 7 or 6. حلو، يلا بقى نختار الفيرست ولا السكند ولا الثيرد، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، مين البيجر؟ الثانيه. الله، ليه الثانيه؟ عشان الاوبن ناحيه البيجر. الله، نعمل ستوب. زي ما اتعلمنا حبايبي بنعمل كاونت باي 1، فبنقول 1 2 3 4. اسمع بقى، لما اجي اقول لك كاونت باي 10 يعني تقول لي ابتدي بمين؟ يلا ونعد بال10، فما اقولش 11، امال اقول كام؟ 20. ها 30 بس يا عم، انا مش عايز اكتر من كده. تعالوا بقى نتعلم حاجه تانية حبايبي، تعالوا بقى نتعلم كلمه حلوه اسمها component of 10. اسمها ايه؟ component of 10. تعالوا بقى نلعب كلمه component of 10 على جنب. بصوا بقى معايا لو سمحت، لما حبيبي اجي اقول سوري، لو انا يا مستر معايا 1 وقلت بلس واديت سبيس يعني ميسنج وكتبت 10، معناها يا 1 عشان تبقى 10 محتاج كام؟ 9. فساعتها نقول ال 9 وال 1 هما الكومبوننت بتوع ال 10. طب معلش يا مستر نقول تاني، لو معايا 2 ستوب 2 يا 2 اعملك بلس كام عشان تديني 10؟ فكر، ال 2 محتاجه كام عشان تبقى 10؟ شكرا. استنى يا مستر، مفيش طريقه تانية سهله؟ اه، هتطلع يور هاند، تطلع ايديك الاثنين، تطلع ايه؟ بص كده، لو انا قلت 3 بلس بلا 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 ايكوال 10، بص كده انا هرسم ايديك قدامك اهو 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 اهو، ادي اول ايد اهو 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 اهو، ادي تاني ايد. لما اقول لك 3 بص بص هتعمل فولد، تتني التلاتة دول، ايه اللي اتبقى؟ اتني تلاتة، مستني يا فريدة، اتني تلاتة يا بابا من التن حبيبتي حبيبتي حبيبتي، ادي التن، شيلي منهم تلاتة، لا انت شلت اكتر من تلاتة حبيبتي حبيبتي، بالراحة بس بالراحة يا بابا يا بابا، بص بص ادي التلاتة اهو، ودول اللي باقيين يا دي النيله، ده مش عارفه اطبق ايديها، كام دول يا اما؟ ما انا عارف والله 7. طب نلعب تاني، بص معايا، لو قلت 4 بلس بلا 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 ايكوال 10، اطلع ماي هاندز، اطلع ايديا، والمره دي هعمل فولد، اتني كام واحد؟ 4. تعالى نتني الفور، ايه اللي اتبقى؟ 6. يا بابا اصبري خليهم يقولوا، ها؟ ايوه كده. طب نلعب تاني، يلا 5 بلس ايكوال 10، يبقى انا هاجي على ايديا، ادي ايديا، هقفل هتني 5، يتبقى 5. شكرا. ايه يا اخوانا، ادوا فرصه لايسل يا اخوانا. طب نلعب تاني، يلا 6 بلس ايكوال 10، هنيجي على ايدينا نتني كام؟ يا بنت اصبري، هنتني كام؟ 6، يتبقى 4. بس يا بابا خلي الغلبانه دي تقول، يلا يا ايسل 7 بلس ايكوال 10، اروح على ايديا
أتني كام؟ سفن سفن. شكرا حمتلة على السلامة. يلا انت برضو لو معايا 8 بلس A equal 10 أتني 8 يتبقى كام؟ شنطورة. ايه اللعبة دي بقى؟ قال لي اسمع بقى، اللعبة دي اسمها ها؟ كومبوننت اوف 10. اسمها كومبوننت اوف 10. تعالى بقى نلعب الكومبوننت دي تاني. بص بقى ركز لو سمحت. استنى يا مستر، لا انا مش عايز دي ولا دي. بص بقى استني، بس استني يا عمر. بص بقى الراجل ده بيقول لك ماتش تو ميك 10، يعني 2 عشان تبقى 10 اعمل لها ماتش بمين؟ 8. حلو، يلا بقى لو زيرو اعمل له ماتش بكام عشان يبقى 10؟ فكروا الاول. اكسلنت. يلا ايسل لو معايا 5 اعمل لها ماتش مع كام عشان تبقى 10؟ طب بصي اطلع ايديا الاثنين اخد 5 يتبقى 5. ادي اللعبه حبيبتي. يلا فريده لو معايا 3 اعمل لها ماتش مع مين عشان تبقى 10؟ اطلع ايديا اخد 3 7 7. يلا نيكست، عايز الفور اعمل لها ماتش مع كام عشان تبقى 10؟ نروح نلعب النهارده لعبه الكومبوننت اوف 10. ثواني محدش يرد، فكروا كلكم الاول. الفور اعمل لها ماتش مع كام عشان تبقى 10؟ اطلع ايديا الاثنين اشيل منهم 4. ها شكرا. بس يا عم هو ده الكومبوننت.